الأمل سهرنا ونا اسمه رب العالمين يعني بيقطعها من ارنابي وصلها من ارنابي، بس هالمرة بسرعة استجاب الحمد لله. خلونا نكون واقعيين، المشروع فشل ونحن عم نحاول نوهم حالنا بانه في امل. سربرايز يما لبنى. يعني يا ريتك مبكرة بالجاي، كنتي تعرفتي على الشباب اكثر. يلا ستي جاي الايام وان شاء الله بتعرف منيح على الكل. المهم هلا بفهم من كلامكم انه الفرحة صارت فرحتين، هي اذا اعتبرتي انه جيتي فرحة. لك جيتك عيد بالنسبة إلي، وانتي حسابك عندي عسير. يامو يامتين كمان هيك بتخبي علي؟ لك خلاص بالله اتركي، لحق علي انا اللي قلت لها انه ما تخبر حدا. المهم هلا احكوا لي عم تشربوا متي بغيابي ولا لا؟ لكان كل يوم متي بعسل على الصبح. ايه بس ما بتسمعني، هو مجروحين. رايحة عليك غنية تايمين، رح ابقى سمعك اياها بعدين. خلص وليكي اليوم حتنامي جنبي. ايه معناتها ساندي رح تنام عنا بالغرفة انا وسارة؟ بتعرفي الشغلة؟ والله اوقات بتقترحي اقتراحات هيك بلا شعور بسامحي. عن جد انا في نام عندكم كمان صبايا امانه. ما شاء الله حولكم، يعني ولا كانه هي بنتي. الليله بالذات ساندي ما بتنام الا جنبي. بس مامي شو جاباني نام جنب الصبايا؟ اه ايه شبكم ضوجتوها للطفله، خلوها هي تختار. عن مين بدك تنامي حبابه؟ رح نام جنب الكل. Thank you.
سارة ميرا تاها فيقوا يلا او ماي جاد ما بيعرفوا شيء ما بيعرفوا يفيقوا ساندي هي انتي؟ فقتوا اخيرا انا اضطريت اعمل هيك لانكم ثلاث ساعات ما عم تفيقوا بونجور يلا يلا تعالوا نعمل صبحيه تعالوا يلا يلا بونجور هيك لكان عم تبعتي وراي وتراقبيني عم بتصوريني وأنا قاعد مع بنتي لك لهون وصلت معك؟ أنا مو مشكلتي إنك تقعد مع بنتك هلأ خلي كل شي على جنب هلأ لخطر ببالك تعملي مشكلة بأسوأ وقت عم مر فيه بحياتي مع أني حكيت لك عن المشكلة اللي صارت اليوم بالمكتب لا دخل اليوم ولا دخل مبارح بيبي أنت عم تقولها عنا مشكلة هالقد قدها وحضرتك لسه فارد إيدك يعني لو أنا اللي طالب المصاري كنت لقيت 700,000,000 حجة بس لما غيري بيطلب المصاري يا بيبي اطلب تعطى بس ما في مشكلة ما في مشكلة فعلا فعلا ما في مشكلة لحقت المي قبل ما تغلي ايه منيح مشان ما تفصل لك مو تفصل تقطع بيقولوا تقطع ايه اوكي هاي الصبايا برا وعم يلعبوا ولا ساندي كله تمام بتعرفي تقبر قلبي ما بتتخيلي قديش مبسوطة بجيتها واضح حبيبتي طاير عقلك بجيتها أكثر مو طاير عقلك فيني لا وليه شو هالحكي انت بتعرفي انه انا طاير عقلي بجيتك بعرف بتعرفي مبارح على اول سؤال كنتي خفيتي ونمتي على فكرة أنا مبارح من كتر مالي تعبانة والله العظيم ما حسيت بس إذا بدك الصراحة في سؤال هيك سألتيني إياه بس حسيت جوابه طويل قام عملت حالي نايمة لبوني أنا بعرف إنه أنا قصرت معك بالفترة الأخيرة الفترة اللي مرقت فيها بطلاقي ومحاكم ما كنت حابة أدخل أي حدا فيها فعذريني عن جد بعرف يا عمري بعرف ومقدرة كل الظروف اللي مريتي فيها بس لا تعكلي هم لأنه دادو كانت عم تخبرني عن أحوالك أول بأول ويا ستي أنا مثل ما أنا ما تغير علي شيء الحمد لله أنت بتعرفي إنه شغلي بدبي كتير صار منيح
يعني ما عاد عندي وقت فكر ابدا. فلوس طبعا. هلا عن جد غير السفر والمصاري والشغل، بعرف انك ما تجوزتي وهذا احسن شيء عملتيه. طيب القلب شو وضعه؟ عم يدق على الفاضي الله وكيلك. شو كنا نقول بزماناتنا؟ ناشفة. هي هي ناشفة. والله ناشفة. ليكي لا تقولي لي نازلة زيارة قصيرة. وحياة عينك ماني طالعة من هون من البلد إلا تقليع منيحة. طمني ما رح نقلعك. لك صحيح شو قصة هاي ريهام؟ حكت لي دادو. لك يخرب بيت قلبها، هي مو كانت رفيقتي؟ كانت رفيقتي وصارت مرت أبي. يا عين ويا ليل والله. حكي لي حكي لي شو القصة. لا تفكر بيبي انك تراضيني بكلمتين. لا لا خليكي، انا رح ارتاح. اهلين غزوان. صهري الغالي، الله لا يحرمني الهي. لك انت شو جابك لهون؟ انا اللي طلبت منه يجي، عايزه بموضوع كتير كتير ضروري. تفضل. كنت عارفان يا صهري انك رح ترجع ثقتك فيه. اساسا انا ما بزعل منه شو ما عمل فيني. يعني معناها انا ممكن نطلب منك اي طلب وتنفذه صح، صح؟ ليش شو بدك من غزوان؟ ما جاوب. طبعا بنفذه وبالحرف وحياتك. عال اذا رح اطلب منك تاخذ اختك وتطلعوا سوا من بيتي. بيبي انا طالع غير وعي، ولما ارجع ما بدي اشوف حدا منكم. بيبي فهمتوا؟ طار البيبي. ما في مشكلة ما في مشكلة. يا طير يا مسافر لا وصل لهذا الكلام، ميت حبيبك قلا والليلة بد ما ينام، والعشرة ما تهون إلا على ابن الحرام. بس ولي لا تخليني اغلط عليكي، أصلاً أحد أهم أسباب انتقالي من المنزل بهالسرعة هو صوتك أنت وعم تغني، هذا عدا عن قلة أدبك باختيار الأغاني. لا تنسيوا أنا كنز وصوتي كنز. هلوشي شيلي المزح، عن جد بدك تروحي لعند عمتك؟ خبرتي الصبايا؟ لا هلا رح شوفهم انا ونازله. ما بدي اسرع قرارك بس انت حبيبتي نحن كلنا لازم نطلع من البيت، انا بعرفها لنور، مستحيل تقول انا تعبت او تستسلم، بس الحمل صار كتير تقيل عليها. معك حق، الفرق بيننا وبينك انك اقوى حدا فينا. ليكي حبيبتي ما بدي تفكري اني عم بعمل هيك حتى حرض حدا فيكم، انا عم بعمل قرار اللي انا شايفته صح، وانتو تصطفلوا. انا رايي من رايك، قلت لك شو الفرق. نحن عودنا حالنا نتعلق بقشة. يعني والله ما بعرف، يعني إذا بدي أقول لك صدفة رح تصدقيني؟ أكيد لا. إيه طبعاً مو صدفة. يعني أنت بدك تحاول تفهمني إنه لسه في بنات بتصدق هيك شيء؟ مستحيل. هلأ ما بعرف إذا في بنات بتصدق، بس ما بيهمني، هذا أسلوبي لأنه أنا. يعني انت عم تمحلي عن مواصفاتك؟ خلص مبينه. مبين علي اجدب ما؟ لا ما في حدا اجدب، بالعكس مبين حدا ظريف لطيف مهضوم. ايه خالصه الامور، تفضلي وصلي. لا طلبوا لي سياره من الاوتيل. ايه ما هني حكوا معي انا بشتغل على تاكسي بعد الظهر حسب الظروف يعني. كذبين بعرف مبينه. لا على فكره هي اكثر مره بتكون حقيقيه. ايه قبرني الاناكوندا، تفضلي. خلص خلص انا بحكي معه، بس انت اهم شيء ما تقولي له معك حق ومدري شو هي وهاد بلاه النور. ليكي حبيبي هلا انت بتعرفي انه دادا مو انا لقيمه، بس يعني في عنده وجهه نظر بهالقصه وانا ما بقدر. على شو بتتوتوا؟ يا مو يا خيتي على شو بدنا نتوتوت؟ ليش انت بتعرفي نحن بنخبي شيء على دادو؟ اها ما انت عم تحكوا بنفس السيره. ليكي دادو انت بتعرفي انه انا مستحيل اجي ضدك صح؟
بس اسمعي يا لبنى، عندها وجهة نظر. لكن ميدي حبيبتي، هنن كلمتين صغار وردغطاهن، قدي معقول يكون زعلك من فاديا هو انطباع لحظة؟ بتعرفوا لو اي وحدة فيكن محلي كانت عملت اكتر من هيك وانقهرت اكتر من هيك بكتير. وقت اختلفت معه كنت متأكدة 100% انه مستحيل يترك بنتي معه لولا. لك فهمت، بس هلأ الفكرة هي اللي عرضت عليه تاخدها ولا هو اللي طلب منها؟ حبيبتي نفس النتيجة، بسبب انحرمت من بنتي. ايه بس بسبب رجعت شفتيها لبنتك. يا سلوسة سهلاتي مامي. شو يا مامي؟ مامي ممكن نروح مع هلا؟ لوين؟ رح نروح على بيت عمتها ومعنا كتير باكس ورح نرتب خسارتها الجديدة. قلتيلي عمتها وكتير باكس؟ الله يسترنا من هلا. يا حبيبتي يا الله يا صبايا، قلتلكن أنا قصص الوداع ما بحبها، هاي العواطف المشلخة ونحضن بعض مو تبعي، بس تصيروا ببيت جديد خبروني وأنا بجيب زوركم. هلوشي أنا ماني قدراني، ما رح أتحمل غيابك، أنا ما في حدا بالبيت بفش اللي خلي غيرك. على أساس أنا اللي رح أتحملها، إيه ما كنت أقدر أحددها إلا فيكي. إيه لا انتي وين رايحة؟ انتي عن جد ما بتنعطي وش؟ نور هاد الشي اللي عم تعمليه ما رح يفيد بنوب. وانتو؟ واقفين عم بتودعوها؟ لا وعم بتساعدوها بحمل الشناتي؟ نحنا ما عم نودعها، هي عم تودعنا. بعدين يعني قرايبتك وبتعرفيها، فكرك ما هلكنا فيها حتى نقنعها تضل؟ يا نور ما رح ينفع، أنا اتصلت بعمتي وخبرتها إني جاي. ايه رجعي دقي لها وقولي لها مانك جاي، ماشي؟ قولي لها نور ما خلتني. وانتو شو؟ تفضلوا، مثل ما نزلتوا الشناتي ارجعوا طالعون. يلا يا شاطري تفضلي قدامي. ايه يا ست هلا، شو مفكرة حالك عم تعملي؟ يا حبيبتي يا نور رح يصير هيك عاجلا ام اجلا. يا سلام هلوش، لا تزعليها منك. ظاهر ما حبيتيني، مع انه مبارح وصلت يعني ما لحقتي. لا بالعكس، بس مو انتي المشكلة. اوف. الو. اهلين طانت ريهام، بدك ياني بخدمة؟ ماشي باي. شو بدها هاي؟ بدها ياني بخدمة. معلم بس واحدة هوت شوكليت، بس تكون باردة لو سمحت. شبك اختي، خلينا نطلب لنا الشغله، هيك عم يضيع الوقت على الفاضي. لك غزوان شو صار لك؟ احمل حالك واختفي. اختي كل ما تقولي اختفي بدي اختفي، ما عاد بينت على الخريطه. غزوان عم اقول لك احمل حالك وامشي خلصني، قربت تصل البنت. بالضبط هاي فرصتها. لك فرصه شو يا بني ادم؟ عم اقول لك قوم احمل حالك وروح. يا اختي اول ما تجي برمي شباكي عليها بنظره واحده بس بصطادلك اياها. بدك تصطادها يا كازانوفا زمانك؟ قوم 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 خلصني قوم. لك صدقيني هلا الوضع غير، الطبخه صارت جاهزه. لك انو طبخه يا غشيم؟ انو طبخه يا فهيم؟ عم اقول لك انت ما عرفت تطبخ هالطبخه لما كنت قاعده انا ببيت البيبي، هلا لما تقلعت صرت بدك تطبخ مثل العالم والخلق يا فهيم؟ قوم قوم، اصلا هذا كله كان بسببك. بسببي؟ انا شو دخلني؟ ما أنا لو كان في عندي أخ مثل العالم والخلق ما كان صار فيني هيك. يلا قوم انقلع قوم. ناشي رايح حنقلع، لا تهنيني بشي، اشربي أنت الهوت شوكليت الباردة تهني فيها. معقول يكون في مشكلة؟ سلم إيديك وأحلى كاسة نسكافيه لأحلى أمان. على فكرة ما أنك مضطر تنطر، يعني لا تفكري مثل هدول المغتربين اللي ما له خلاق. لا لا أنا ما عندي شيء أصلا، بعدين اكتشفت لك اكتشاف. هات لشوف. كنت دائما مفكر إنه أكيد في فائدة لانتظار الأوراق الرسمية شي 6-7-8 ساعات. حلو، وشو طلع معك؟ طلع معي إنه في أطيب من كاسة النسكافيه بالعالم. بدير شو؟ كأنك عم تحاول تفهمني بأنك ما عجب فيني بس بطريقتكم هون. هلا انا متاكد انه عندكم نفس الطريقه بس بالانجليزي، واذا في كتالوج بنمشي عليه بالحرف. شو انت شو عم تحكي؟ ايه
ايه والله يا نور، طلعت القصة كلياتها براسي. براسي براسك مانو مهم. هلا المهم ريهام بس ركزي معي شوي، فيكي تحكي لي بالتفصيل شو اللي صار؟ لك يا حبيبة قلبي، مثل ما قلت لك، هذا التاجر أبو طالب في له مصاري مع أبوك، والواضح إنه هو مبلغ كتير كبير. راح على الشركة وعيط وسب وخان قدام الموظفين كلهم. عم إجا أبوك على البيت متفشش فيني. أوف، لهالدرجة وصلاني مع بابا؟ هذا يلي درينا فيه، يعني أكيد صاير شي فظيع مع أبوكي لحتى ما عم يقدر يسمع ولا ربع كلمة مني. أنتي بتعرفيني، يعني أنا إلي تم ياكل ما لي تم يحكي. بتعرفي أنا قديش بحبه للبيبي وبخاف عليه، يعني ما بيهون علي زعله أبدا. طيب أيمتى صار كل هاد؟ اليوم. وتخيلي، يعني أنا اليوم كنت عم حاول أقنعه إنه أنتي لسه ما بلشتي شغل بالشركة، طيب خلينا نبيع الشركة، طب خلينا نبيع البيت. لك تخيلي إني عرضت عليه حتى نبيع البيت اللي نحن ساكنينه، بس ما قلت. نور، عشان الله ساعديني، أنا ماني غيرك. أنتي بتعرفي أنا قديش بحبه للبيبي. عشان الله ساعديني، يعني احكي معه، طيبي خاطره بكلمتين، الله يوفقك. نور، 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 لا تتركيني نور، نور. بالعكس، انت شغلك كتير حلو واكيد عندك خبرة بهالمجال. هلا ليكي، هي عندها خبرة واكسبيرينس قوية، بس بغير مجال. ما شفتيها وهي حاطة تويتي ما احلاها؟ ما ليه تتركيني انا يلي احكي؟ ما شاء الله، يعني انت اللي عندك سي في طويل عريض بالمحاسبة. هي ما رح ترد عليكي حبيبتي، حتخلي فانزاتها يردوا عليكي. لك انت شو فكرة؟ هي مينا شخصية كبيرة كتير. شو بدك؟ ما خبرتي ليش نور بدها تجي معنا؟ قلت لكم يلي بعرفه، نور طلبت مني انه نجتمع كلياتنا. سمعتي شكلها وصلت. شبكي نور؟ فيك شيء؟ ما عجبني صوتك على التليفون. شبكي؟ الصبايا اللي بدي قلكم اياه ممكن يفاجئكم، بس هذا قراري النهائي، مستحيل اتراجع عنه. تخانقتي انت وحسام؟ موضوع بخص الشغل. هلا مو مهم قرارات الشغل، المهم نفهم شبكي انت. انتو بتعرفوا انه بابا هو كان الداعم الوحيد لمشروعنا، واللي ما بتعرفوه انه سمعته بالسوق عم تهتز، وانا لازم اوقف معه، فخبرت حسام وقررت بيع الشركة. يعني فيكم تعتبروا انه مشروعنا تأجل يمكن لوقت تاني، فبدي اياكم تسامحوني. لهلاه يا باطل، ليش الأمر قاعد لحاله؟ زعلان كمان؟ عم بور، ما في شي أعمله. لكي لعن أبو البور، طب ليش قاعدة لحالك؟ هون وتحت كل البنات قاعدين بغرفهم، ولا حدا لا عم يحكي معي ولا عم يلعب معي. أي اصطفلوا، أنا جاهزة، شو ما بدك بنعمل. تنزلي على السوبر ماركت نشتري أكلات طيبة؟ لا، عندي كتير، بدي شي مسلي، فن. فن، مسلي. شو رأيك نلعب طميمة؟ موافقة، بس شو يعني؟ طميمة يعني أنا بخبي وشي بطم وأنتي بتتخبي، وأنا لازم أفتح دور عليكي ولاقيكي، شو رأيك؟ أوكي، بس بشرط أنا بطم لأني أنا كتير شاطرة بالتدوير وأنتي بتتخبي. أي موافقة، ماشي، أنا بتخبى وأنتي فيك تدوري علي بكل غرف الصبايا، بس بشرط ما بتغشي وبتفتحي عيونك بس أتخبى، وهلأ بتغمضي وبتعدي للعشرة. أوكي يلا. 1 2 3 4 5 6. والله كنت عارفة إنه رح يصير هيك، والله الحمد لله أغراضي لساتهم مطبوبين بالشناتي. انتو شو رح تعملوا؟ أنا حكيت مع رفيقتي بالمول،
بس قالت لي انه جابوا شب جديد يشتغل واخذت ويدي، وقال بعد فتره بدهم يجيبوا ماشا والدب، وعدتني يعطوني واحد منهم. حظك وبعرفه، اكيد رح يعطوا دور ماشا لحدا ويعطوها دور الدب. هلا وقتو هاد المزح مو شايفتينا نحن بورطه؟ سارة حبيبتي لا تزعلي، حتى الدب رح يطلع حلو عليكي. رهاف متخبية هون عنكم وصح؟ غلبتك، متخبية برا، صرنا 2-1. طيب ماشي، بس هلا انت بتطمي وانا بتخبى. ماشي، والصبايا حيلعبوا معنا مو هيك يا صبايا؟ لانه سيندي عبالها تلعب، واذا ما حتلعبوا معها حتدور على رفقات غيركم. لا انا مستحيل اقبل بهالحكي بنوب، انا وساندي بيست فريندز. يلا قوموا نلعب صبايا قوموا. انا حكيت مع حسام بدون ما تعرف نور. بس بصراحة ما نصحني أبداً أفتح مع السيرة. يمو إذا صحيح هالحكي يعني هيك بدنا نتركها؟ أكيد لا. أنا بفهمها لنور، هي محملة حالها ذنب أن أبوها هيك صار معه، بس أنا ما بعرف من حط هالفكرة براسها. هلأ مو هذا المهم، هلأ المهم أنه نحن نبقى حواليها ونطلعها من هاي الحالة، بدنا نعمل أي شيء. المشكلة مو بس بنور، كل واحدة من الصبايا عاملة مخطط وعم تفكر لوين بدها تنتقل. هلو هلو، شو خبروني؟ حكيتوا بشو؟ لك لا، انا كنت قايلت لها فكره لدانا وقلت لها بخبرك انا بعدين. بس اوعكم كنت فكروا ترجعوا تحكوا مع نور ولا باي طريقه. يمو يا خيتي لا، اكيد لا. اسمعي لقلك، انا كنت عم فكر بشغله تانية. شو هي؟ لا مو رح تحاولي، بدك تمري اكيد. خلينا نجتمع هيك مره اخيره كلنا قبل ما ننتقل من البيت. طيب بكره المساء بحاكيكي بنتفق انا وياكي وبنحط موعد، بركي بصير الظروف شوي احسن. ما في شيء اسمه ظروف، انت ودادو بالاساس رفقات ونحن ما رح نقبل غير تضلوا رفقات. يا ريت يا ميرا، شكرا كثير لك، ما بتعرفي قد ايش جيتك لهون بتعني لي. انا اللي ما بعرف كيف بدي اتشكرك حبيبتي، يلا ناطرينك. اوكي باي حبيبتي. باي. لك ايه سوسو؟ ايه هلا كنت معها. غراض ساندي والله نسيتهم. دقيقة دقيقة للحقها. لك لا معك معك. لك ولا شي، شفت اثنين بالطريق شبهت عليهم. ايه يلا يلا اوكي باي باي هلا. والله معنك قليلة يا فاضية. بابا حبيبتي لا، أنا ماني موافق. بعدين كيف تتصرفي أنت هيك تصرف بدون ما تسأليني؟ حتى حسام هلا وقت بده يجي بدي عاتبه، كيف بينزل إعلان عن بيع الشركة؟ لك شو عم يصير؟ بابا طول بالك، وبعدين حسام ما دخله، يعني أنا اللي طلبت منه. ليش؟ ليش لحتى تطلبي منه هالطلب؟ بعدين تعالي لك، انت شو عرفك بجاية ابو طالب لعندي والحكي اللي حكاه بالشركة؟ حكولي موظفين الشركة، سمعوا اللي صار. معناها صار اللي توقعته، الكل صار عم يحكي بهالقصة. بابا طول بالك، تقبرني كل شيء إلا زعلك يا أبو النور، ما في شيء ما بينحل. دخلك هلوش؟ أنت مو جزء من اختصاصك هو برمجة الأبليكيشن؟ هاد بالضبط اختصاصي. يا عيني عليكي، لأنه في وحدة من رفقاتي عم تفتح مكتب هون، بقى قالت لي اسأل عن هاد الاختصاص. مكتب برمجة يعني؟ يمكن أكتر شوي، إذا مهتمة لحتى أوصلك فيها. والله يا ريت بكون ممنونتك، نحن مثل مو شايفة بهالوقت بأمس الحاجة للشغل. يعني عن جد مثل ما قالت لي ميرا إني رح بلش أشتغل محاسبة بالشركة؟ طبعاً حبيبتي، أصلاً وين رح يلاقوا أحسن مني؟ بس يا ريت تعينوها مسؤولة عن حساباتي بشغلي الجديد، هيك بلكي بقعد بتأمر فيها شوي. شو بدك شو؟ يعني ميرا وسارة رح يشتغلوا بنفس الشركة اللي هلأ عم تقلي لي عنها؟ إذا لساتك متحملة الفكرة، إذا لا خبريني لحتى إلا من هلأ. أصلاً هلوش مستحيل تقبل تشتغل بشغل وما كنت أنا معه مو صح؟ هلا هو مو كتير صح، بس أهم شيء تصبح بخناقاتك أنت ومرمورة الأمورة. فوت حسام، حدا حكى معك؟
ايه في حدا حكاني وشكله معتمد، وحتى ما عنده مشكله بالسعر. مفترض نحل القصه باسرع وقت. حسام، انا ما رح بيع. انا هذا المقر اشتريته وعملت له ديكور من شان مشروع نور. يا حبيبي يا بابا، انت اشتريته وانت لازم تبيعه هلا لتحل مشكلتك. كرمالي بكره الموعد؟ بكره. هم مستعجلين. طيب فوتوا رح اعملكم قهوه. تفضل استاذ عصام. واو اميزنج، انت عن جد فنانه. هلا قديش بياخذوا معك شغل؟ انبسطت انه عجبوكي. مثلا هي اخذت 4 أو 5 أيام. بدي اتعلم اعمل مثلهم واقول له لبابا يعمل لي بيج جاليري. يا سلام، لكن من بكره بننزل بنجيب الاغراض وببلش علمك. هايات يا حلوين. يلا ساندي خلينا نروح نتمشى شوي. سوري مام، انا مشغوله مع رهف. ايه ما بنتاخر مامي. اوكي بس ممكن تروح معنا رهف؟ نو حبيبتي نو واي، لانه رهف طالبتها لبنى، مشان هيك خلينا نروح. يلا اوكي مامي، بس ما تنسي رهف ديل من بكره. ديل. يلا مامي. يلا يلا قولي لها باي. باي باي. حبيتي؟ اطلبي على الموت اللي فيك. شو سمعت اني مطلوبه؟ ايه طبعا. ليش نحن عنا اغلى من رهوفة لحتى ما نطلبها؟ هو رهوفة مو ناقصة غير تسمع كلمتين حلوين ليكبر راسها، هي من عدا شي حاسة حالها كنز. الله يسامحك، ليش انا مو كنز؟ بيطلع لي. شوفي لأقول لك شغلة رهوفة، أنا بس كنت بدي خبرك إني لقيت طريقة لحتى كل البنات يكونوا مع بعض، حكيت مع رفيقتي وقلت لها عنك وهي طار عقلها إنك رح تكوني معها بالشركة. عن جد؟ يعني كلنا مع بعض؟ كلنا. اسمعي رهوفة بدي نبهك على شغلة، لا تعملي مثل القرارة هديك. اسمعي نور ما بدي اياها تدرى شيء ابدا، انتبهي. لا 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 عندي دندون، ما في داعي تنبهيها لرهف، انا بعرف كل شيء. كثير منيح اذا هيك، معناها تفضلي ست نور خلينا نحكي بالموضوع على رواق. انا بكل الاحوال كنت احكي لك كل شيء، ما فيني اخبي عنك. يبوني انا ما بعرف كيف اتشكرك على كل شيء عم تعمليه للصبايا. ولو يا نواره، انا وانت واحد. في شيء لازم تعرفه وبس تجي ميديا رح خبرها عنه. الشركة تقريباً انباعت ولازم ننزل بكرة ونلم أغراضنا. طب أوكي، ممكن تقعدي شوي خلينا نحكي وتسمعيني؟ رح نقعد ونحكي بس خليني أخلص من كل شيء قبل. طولوا بالكم صبايا، شو بكم؟ ليش عم تضبوا من هلأ؟ خليني ضب اغراض مكتبي على مهلي لبين ما يكونوا وصلوا. مو اتفقنا من امبارح؟ جاست ويت. ميديا تعي شوفي بنتك. هاي جايز، ليكو شوفوا مكتبي، ليكو 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 هالهايلايتر، ليكو كثير كثير، ليكو هالكتاب ما احلى. واو حبيبي هذا مكتبي انا. لا 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 اتس ماي ديسك. صباح الخير. زين صباح النور. هاي صبايا. يمو شوفي ما تقولي لي تأخرت. أهلين لبنى. أهلين. أوه ماي جاد، أكيد تأخرتي، لعولي قلبي. طولي بالك طولي بالك. صباح الخير. أهلا صباح الخير. شو وصل الزبون؟ لا ما وصل. كيف لك أنا قلت لي وصل؟ مو لبنى أنت هيك حكيتي لي؟ هلا وصل ولا ما وصل؟ شو عم نلعب؟ يا خيتي وصل وصل. وينه؟ ليكو انا حضرت الزبون اللي جاي يشتري الشركه. يمو عم تسرق فينا الايام، عم تسرق فينا، عم يمضي العمر فينا، والامل سهر لونا سهر لونا، عكتافونا احنا خفينا كل يوم في امل، في امل جديد يمكن يتحقق، يمكن هو ضو الشمس جاي من برا،
جمعتنا الصدفة وصرناها.